السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم جماعة الخير، نشوفوا إن شاء الله اليوم المتراجعات في الدالة الأسية. المتراجعات في الدالة الأسية مثل المعادلة في الدالة الأسية، يقول لك exponential x أكبر من exponential y، ومنه x أكبر تماما من y. يا أول حل هاي لحل متراجحة عادية، قالك حل في آن المتراجحات الثانية أسية x أكبر من 2. شفنا في المعادلات كان عندنا هذا النوع أن تدخل لوغاريتمية، لوغاريتم أسية x أكبر من لوغاريتم 2، أسية مع لوغاريتمية تروح ويقعد لك x أكبر تماما من لوغاريتم 2. وش تقول له as لا سوليسيون، مجموعة الحلول. هنا نديروا المجال مفتوح على خاطر عندي أكبر تماما، لوغاريتم 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية. اكسبونونسيال x اصغر من او يساوي 3، نفس الشيء جماعه الخير ندخلوا لوغاريتميه. تولي عندك لوغاريتم اسيه x اصغر من او يساوي لوغاريتم 3، ومنه x اصغر من او يساوي لوغاريتم 3. هايك اس مجموعه الحلول من ناقص ما لا نهايه الى غايه واش، الى غايه لوغاريتم 3، والمجال نديرو هنا مغلوق على خاطر عندي اصغر من او يساوي. نروح لهذه اسيه x اكبر من ناقص 2، باينة بلي أسية إكس أكبر من ناقص 2 على خاطر دائما أسية إكس أكبر تماما من الزيرو. قلنا بلي أسية إكس دائما موجبة، ومنه مجموعة الحلول آس شنو هي؟ هي آر، بمعنى كل الأعداد الحقيقية من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. خلاص جماعة؟ نجو لأمثلة واحدة أخرى. عندك أسية إكس أكبر من أسية 2، كيف جماعة الخير؟ كيما نطبقوا هذا القانون، وبالتالي x أكبر تماما من 2. هاوليك بكل بساطة s من واش؟ من 2 مفتوح على خاطر عندي أكبر تماما إلى غاية زائد ما لا نهاية. نجو لهنا كيف جماعة الخير؟ أسية x ناقص أكبر من صفر، يخي على بالنا بلي الـ هو أسية واحد، ومنه أسية x ندو هذا ناقص أو ندوه منا طرف الآخر، يقعد عندي أسية واحد، وبالتالي x أكبر من تماما من واحد، ومنه اس مجموعة الحلول واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية. نجو لهنا بنفس الطريقة جماعة الخير، ندوه منا، تولي عندك أسية 2 إكس زائد 3 أكبر من أو يساوي أسية إكس زائد 8. نديرو هنا الأسس نورمال، نطبقو خواص المتراجعة لنا هنايا. تولي عندك 2 إكس زائد 3 أكبر من أو يساوي إكس زائد 8، المعالم من جهة والمجاهيل من جهة. تولي عندك 2 إكس ناقص إكس ناقص إكس أكبر من أو يساوي 8 ناقص 3، وبالتالي إكس أكبر من أو يساوي 5، ومنه آس مجموعة الحلول هو المجال المغلوق 5 إلى غاية زائد ما لا نهاية. خلاص جماعة؟ نكملوا فيها جماعة الخير. عندك أسية إكس ناقص 1 على أسية إكس زائد 2 أكبر تماما من الصفر. هنا معلوم باللي أسية إكس زائد 2 راهي أكبر تماما من الصفر. على خاطر أسية إكس راهي موجبة، ونزيد لها 2 وش به؟ راهو موجب، صح؟ على خاطر حنايا عندي بس على مقام، يقول الى دراسة إشارة البسط وإشارة المقام. المقام راه معلوم بلي موجب، ها المقام راه موجب، المقام راه موجب ولا ينعاد، وبالتالي من إشارة البسط أسية إكس ناقص 1 أكبر تماما من صفر، ومنه أسية إكس أكبر تماما من 1. هنا تعلمنا بلي أسية الصفر شحال تساوي؟ تساوي 1. نطبقوها هنا جماعة، وتولي عندي أسية إكس أكبر من أسية صفر، وبالتالي x أكبر تماما من الصفر. هاو، ومنه مجموعة الحلول s هي من الصفر إلى غاية زائد ما لا نهاية. نجول هذه أسية 2 x أصغر من 1 على e. هنا نذكر خواص الأسية جماعة اللي تعلمناها، أنها 1 على أسية x يساوي أسية ناقص x. هنا عندي 1 على e، والe هو دائما أسية 1، وبالتالي تولي عندي أسية 2 x أصغر من أسية ناقص 1، وبالتالي 2 إكس أصغر من ناقص 1، ومنه إكس أصغر من ناقص 1 على شحال؟ على 2. ونجو نديرو آس اللي هي مجموعة الحلول من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 1 ناقص 1 على 2، والمجال نديروه مفتوح على خاطر عندي تماما. نجو لهذي أسية إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 أكبر من أسية 2، كيف جماعة الخير؟ نديرو هذا أكبر تماما من هذا. تولي عندي x أس 2 زائد 2 x زائد 2 أكبر من 2، ندو زائد 2 ندوها منا، وتولي عندي x أس 2 زائد 2 x أكبر تماما من الصفر،
ومنه استخرج إكس عامل مشترك، عندك إكس زائد 2 أكبر تماماً من الصفر، وبالتالي شوفوا هذه وين تندع وين تنعدم درسوا الإشارة تاعها. ها لكن ديروا جدول صغير، هاديك ديروا هنا قيم إكس، ديروا ناقص ما لا نهاية، ديروا تنعدم على عند هنا وين إكس يخي يساوي صفر، إكس حال يساوي إكس يساوي ناقص 2، عند تنعدم عند ناقص 2 وعند الصفر، وهنا تروح لزائد ما لا نهاية. هنا نكتبوا إكس كوس 2 زائد 2 إكس، تنعدم عند ناقص 2 تنعدم عند صفر. هاي هنا راح تكون عكس إشارة أ، إشارة أ كما راكم تشوفوا فيها لهنا راهو كاين واحد، وبالتالي حتكون سالبة هنا وتكون وين؟ وتكون موجبة هنا. أنا مع الأول واش قال لي؟ قال لي أسية إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 2 أكبر تماما من أسية 2، بعد ما حليتها أكبر تماما من الصفر، وقتاش تكون العبارة هذه موجبة؟ تكون موجبة هنا وتكون موجبة هنا. وبالتالي أس مجموعة الحلول هو من ناقص ما لا نهاية ناقص 2، ناقص ما لا نهاية ناقص 2، عندي أكبر تماما وبالتالي نفتح المجال، اتحاد هاوليك صفر إلى غاية زائد ما لا نهاية. راه جمعت الفعل. نجو المثال الأخير اللي معنا، أسية 2 إكس ناقص 5 أسية إكس زائد 6 أكبر تماما من الصفر. هنا واش نطبقوا جمعت الفعل؟ نطبقوا خواص الأسية اللي يقول لي أسية أن إكس يساوي أسية إكس الكل أس أن. هاي وين نطبقها؟ نطبقها لهنا في هذه. وبالتالي تولي عندي أسية إكس الكل أس 2 ناقص 5 أسية إكس زائد 6 أكبر تماما من واش؟ من الصفر. هنا كيف كيف نفس الطريقة تاع المعادلات اللي هضرنا عليها في الفيديو السابق، بوضع أ يساوي أسية إكس تولي عندك أ أس 2 ناقص 5 أ زائد 6 أكبر تماما من الصفر. إلا هنا نديرو نحسبو دلتا جماعة الخير عادي، نحسبو دلتا، دلتا واش يعطيني؟ يعطيني ب مربع اللي هو ناقص 5 الكل أس 2 ناقص 4 في 1 في 6 ناقص ب مربع ناقص 4 عاصي. دلتا هنا يساوي لك شحال؟ يساوي واحد، موجب يقبل وبالتالي تقبل حلين اللي هما أ واحد واش يساوي؟ يساوي ناقص ب مع الناقص اللي راه تولي زائد، ناقص جدر دلتا على 2 أ، أ شحال يساوي لي هنا؟ يساوي لي واحد، تولي عندي 4 على 2 وتولي عندي 2، أ 2 يساوي ناقص ب زائد جدر دلتا على 2 أ اللي يعطي لك 6 على 2 يعطي لك شحال؟ اللي يعطي لك 3. هنا جماعة الخير صبنا القيم تاع أ، بصح حنا نحوسو على القيم تاع شكون؟ تاع إكس، تاع إكس. وبالتالي عندنا أسية إكس يساوي 2 أو أسية إكس يساوي شحال؟ يساوي 3. وبالتالي إكس يساوي شحال؟ لوغاريتم 2 أو إكس شحال يساوي لوغاريتم 3. وهنا جماعة الخير مادام راني في متراجحة مانيش في معادلة، نجي ندير جدول، الجدول هذا هو جدول إشارة يلخص فيه كلش. ها هنا نديرو جدول، ها هو نقيم إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هنا العبارة تاعي هذه نسميها أنا نسميها أو، باش نكتبها زوج خطرات. هاي أو وين تنعادم أو؟ عند ألان 2 وألان 3، هاي ألان 2 وألان شحال؟ ألان 3. هاي داخل مجال جدرين عكس إشارة أ، هنا الإشارة تاع أ كيفاش راهي؟ هاي راهي موجبة، راك تشوف فيها هنا موجبة، هنا موجبة، واحد في 2 موجبة، وبالتالي تكون هنا سالبة وتكون كيفاش هنا تكون موجبة. أنا عندي متراجحة أكبر تماما من الصفر، وقتاش تكون عندي أو موجبة تكون هنا وتكون هنا، يعني أس مجموعة الحلول، أس مجموعة الحلول هي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية اللوغاريتم 2، ونجي نشوف هنا عندي تماما، وبالتالي نفتح المجال هاوليك اتحاد لوغاريتم 3 إلى غاية زائد ما لا نهاية. سي بون جماعة الخير. نجيو المثال الاخر لهنا، قال لك 3 اسية 2 اكس زائد اسية اكس اكبر تماما من 4، هذا 4 هذا نجيبوه من هنا جماعة الخير، تولي عندك 3 اسية 2 اكس زائد اسية اكس ناقص 4 اكبر تماما من الصفر. هنا المعادلات هضرنا عليهم، نكتب له هنا بوضع ب يساوي اسية اكس، تولي عندك 3 ب اس 2 زائد ب ناقص 4 اكبر تماما من الصفر. هنا تحسب له الدلتا، الدلتا اللي يساوي لك ب مربع اللي هو 1 مربع ناقص 4 في 3 في ناقص 4، هذيك في ناقص 4، وبالتالي دلتا يساوي 49، موجب تقبل حلين اللي هما ب1 يساوي ناقص ب شحال يساوي ناقص 1 ناقص جدر دلتا اللي هي 7،
على 2 اش حيعطي لك هنا يعطي لك 6، ومن هنا ناقص مع ان غاديك ناقص 8 على شحال على 6، وتعطي لك ناقص 4 على شحال على 3. وبي 2 بي 2 واش يساوي؟ ناقص بي زائد جذر دالبا على 2 ا بيعطي لي 6 على 6، ويعطي لي شحال؟ يعطي لي 1. هنا كتشوف جماعه الخير دوكا نديرو حنا واش عندنا؟ عندنا الحلول تاع المعادله شكون هذه؟ صح نلحقوا الاسيه، ومن هو ندير لها اسيه اكس، اسيه اكس يساوي لك ناقص 4 على 3، اسيه اكس يساوي لك شحال؟ يساوي لك 1. هنا كيما تفاهمنا بين الاسيه دائما موجبه، هنا واش تقول له هذا الحل؟ تقول له هذا الحل مرفوض على خاطر راه سالب، ومن هنا جبت القيمه تاع اكس، اكس شحال يساوي؟ يساوي لوغاريتم 1 اللي يساوي شحال؟ اللي يساوي 0، وبالتالي اكس يساوي 0. هنا نجي نديرو جدول على خاطر في المتراجحات، نجي نديرو جدول هنا نكتبو قيم اكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، ونديرو القيمة اللي تنعادم عندها شكون هي؟ اللي هي الصفر، هاذي تنعادم هنا عند صفر، 3 أسية 2 اكس زائد أسية اكس، هنا تعطيني سمي المعادلة هذه، سمي هذه المعادلة سميها اف، منكتبهاش، هاي اف، هنا راح تكون عكس إشارة أ، وبالتالي هنا موجبة، وبالتالي تعطيني هنا سالبة. وهناك راح تكون موجبه، انا نبحث عن الحلول اللي تكون فيها المعادله كيفاش موجبه، ومنه اس مجموعه الحلول من صفر الى غايه زائد ما لا نهايه. سي بون جماعه الخير، ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا اليوم درس المتراجحات في الداله الاسيه، وما تنساوش البارك ندوه كاع. السلام عليكم.